فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام تشمل كل عبد صالح، بدل ما تستحضر فلان وفلان وفلان وفلان، وإذا انتهيت تذكر أنك نسيت أهم شخص ليس أقلهم، تتذكر أنك نسيت أهم شخص وددت أنك سلمت عليه. قال فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تتناول كل عبد صالح. وبهذه المناسبة أرشد إلى فائدة لطيفة، إذا كنت تعلم أن بين شخصين شحناء، إذا كنت تعلم أن بين شخصين شحناء وتنافر وألقى الشيطان بينهم شيء من العداوة، فكن من المصلحين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن الإصلاح أن تقول له فلان يسلم عليك، أن تقول له فلان يسلم عليك، وأنت من نيتك أنه يقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو يحيي كل عبد، فهو يحيي كل عبد، فهذا مما يذهب حدة النفوس ورعونتها في التنافر والشقاق والبغضاء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها بين عباده المؤمنين. فإن الذي يحبه الله ويرضاه لعباده المؤمنين أن يتآخوا بأخوة الإيمان وأن يتحابوا في طاعة الرحمن وأن يذروا العداوة والبغضاء التي يلقيها بينهم الشيطان.